صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي اشوفني فيه. مولود برج الدلو، ندخل على طول في العلاقة العاطفية اللذيذة والقراءة العاطفية. انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار، او مثلا انت وجعتني فمشيت لان انت شايفه. خلي بالك انت شايفه ان هو موجوع على فكرة، عشان كده هو بيتشاف. ممكن تكون انت برج الدلو وممكن تكون عكسية، انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني. ممكن تكون عكسية، يعني الطرف التاني هو اللي وجع قلب برج الدلو، مش هو اللي وجع برج الدلو اللي عمل كده، واديت له الطعنات ومشيت وسبته. فانت شايف ان انت شايف ان انت وجعت قلبه وشايف ان انت اذيته، وهو شايف ان انت اديت له ضهر ومشيت وسبته ونهيته ودوست على مشاعرك ويلا بقى مع السلامه. عشان كده هو بعد اللي حصل له، لان هو موجوع قلبه على فكره، انت عارف ان قلبه موجوع، سواء بقى حصل ده منكم، بس انت عارف ان قلبه موجوع لان هو بيتشافى من اللي حصل ده. فهو شايفك ان انت مشيت واخترت طريق تاني، سبته هو ومسكت في حاجه تانيه. ممكن يكون اختلفتوا على شغل مثلا، يعني مثلا انت مثلا قالك لا ما تشتغليش، ينهي الشغل مثلا، او انتوا متجوزين او مخطوبين او اي حاجه، فانت اخترت الطريق ده وقلت له لا سلامه بقى، او نهيت العلاقه لاسباب تانية مش حاسس مثلا، او ما حسيتوش في اول العلاقه فمشيت. طيب في ايه الخطوه اللي هو ناوي ياخدها؟ برج الدلو الطرف اللي معاك ناوي ان هو يبقى غامض، ناوي انه يخبي ما تبقى من مشاعره. هو تشافى إيه؟ هو تشافى من مشاعرك، مشاعر عموما سيئة، بس لو في مشاعر تانية حب هو ناوي يخبيها، لان انت عايز تقدم مصالحة. عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح اهو، انت عايز تتجوزه وعايز تقدم له عرض، على فكرة انت عايز تقدم له عرض، اوكي، وانت كبرج دلو عايز تقدم. ممكن تكون القراءة عكسية، يعني الطرف التاني هو اللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك، وراح يقدم عرض وانت بقى اللي هتقفل على مشاعرك اهو، عامل غموض، قافل على مشاعرك وعامل غموض ومخبي مشاعرك. فالطرف ده مخبي مشاعره وناوي يخبي مشاعره. لو انت جيت له تاني او هو جالك بقى تاني، لو القراءة عكسية، فانت ناوي تخبي مشاعرك، او هو بقى اللي ناوي يخبي ايه مشاعرك، لان انت ناوي تدي له عرض. انت ماسك اهو عرض ومساء الخير، مساء الخير، انا جاي اقدم عرض. ايه عرضك يا برج الدلو؟ انا عايز اتجوز، انا عايز الاستقرار، انا عايز اكمل حياتي معاك. لو الطرف التاني هو اللي وجع قلبك خلاك بالشكل ده، ما تقلقش، بيفكر يجي وناوي على الخطوة دي. سوري. طب هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها كثير من البطء، علاقة ماشية تاتا 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 تاتا، بمعنى أدق، لأن هي كانت المفروض توصل لكده. فالعلاقة محتاجة يعني في عزلة، بدت زي ما بيقولوا كده، العلاقة حصل فيها برود فحصل انفصال. فهو شايف ان العلاقة بطيئة وعلاقة معزولة خالص، يعني اللي هي بتطول مثلا تكمل معانا ولا حتى بتنتهي، في حاجة غلط. عشان كده لما فانتوا رجعتوا قلب بعض من الاخر، انت عارف ان انت رجعته، سواء بقى هو بقى اللي مشي وسابك، او انت اللي اديت له ظهرك ومشيت من العلاقة، هو حاسس ان العلاقة واقفة، اوكي، او كانت واقفة، العلاقة دي كانت واقفة، هو شايف ان العلاقة واقفة وفي عزلة، ومفيش حد فيكم بيتحرك، مفيش حد، محدش بيجي، محدش بيروح، محدش فيكم بيتحرك. يعني لما احنا الاتنين مثلا وحشين بعض ما بنكلمش بعض ليه؟ ما نعرفش. فشايف ان العلاقة ممكن تكون محتاجة تفكير ازيد. لو انتوا يعني لو انتوا هترجعوا مع بعض تاني ويتقدموا عرض فعلا، هو محتاج، لا محتاج يفكر اكتر، العلاقه دي محتاجه تفكير. إيه انت شايف؟ بص بقى، طبعا الكابتن شبه بعض. انت شايف ان هو التوأم، يعني شايف ان هو شبهك، وان هو ده الشخص اللي انا خلاص هستقر معاه،
هو ده انا خلاص لقيته خلاص، ما تحاولش انا ما تحاولش، انت شايف ان هي عزله وهتخبي مشاعرك عني، انا بحبك برضه وهجيلك وهقدم عرضي، ولو راجل رفض هاجي، لان انت الشخص اللي انا هبني مع المستقبل ده، انا هقدم لك اللي عنده وخلاص، انا شخص واقف على رجلي اهو، لا جاي لك على حصان ولا بتاع، انا مش خايف من حاجه، ولا لابس لك خوذه ولا مش خايف. انت مش انت كبرج ده لو انت اللي بتقدم العرض فانت مش خايف من العرض، لو عرض مصالحه فانت مش خايف. انا غلطت في حقك اه، وجاي اصلح اللي حصل، فانا رايح نهيت بس انا جاي اصلح، فما انتش خايف، وشايف ان هو الشخص الجميل اللذوذ بتاعك. النصيحه بتاعتك بتقول لك اشتغل على علاقه يا برج الدلو، كمل واشتغل. بص لما تشتغل هتطلع عروض، هتطلع عروض، اشتغل على علاقه، اشتغل على علاقه، حتى لو هو بين لك ان هو مثلا انا لا لا مش راجع، او انا مش هرجع، انا حره مثلا، لو انت ولد فالبنت تقول لك لا انا حره، ولو انت بنت مثلا تحس ان هو مش عايز يرجع، لا على فكره هو مخبي مشاعره، واخد عهد على نفسه انه يخبي مشاعره، وعايز تفكير بفقر ومخبي مشاعره عنك. لو انت هتقدمي له عرض مثلا، يعني برج الدلو عموما في البنات بالتحديد برضه جريء، اشتغلي على علاقه تستحق، هو بيحبك على فكره، بس هو بيتشافى بس من اللي حصل له. ممكن تكون بتعامل زي ما قلنا برج حوت، برج عقرب، برج قوس، برج عذراء، اسد، وبرج ترابي، والعقرب ظهر برضو مرتين اهو، برج مائي زي ما قلنا. والنصيحة بتاعتك اشتغل على العلاقة دي، لان العلاقة دي تستحق، وقلنا ممكن تبقى عكسية. طيب في امل ان شاء الله يعني. طيب الناس المبتعدين عن بعض، اللي هما مثلا سنة ممكن سنتين مش مشكلة، بس مش 10 سنين يعني، يكون اتجوز وخلف، مشاعره ايه حاليا وايه نيته، نيته يجي، نيته يفضل في مكانه، نيته يفضل يعاند، حتى لو يرجع يتخانق يعني معانا مش مشكلة. انا طبعا بقلب الورق كتير بس عشان يبقى ايه مظبوط. تمام، انا هسحب طبعا من النص. إيه مشاعره ايه حاليا وناوي على ايه؟ هو حاليا حاسس ان انتوا وحشينه على فكره جدا، و بيفكر وبيفتكر الذكريات اللي فاتت كلها عموما. طلع مش كارت وحش ولا حاجه. طيب بيفكر يرجع فعلا، وبيفكر يدي للعلاقه دي فرصه تانية. يعني بيقول احنا نهينا بس انا حاسس ان في فرصه، حاسس ان انتوا تستحق الفرصه التانية دي. اعتقد بقى الكارت التاني هو اللي هيوضح لي وعايز يعمل ايه بالظبط. اللايكس كل الكروت بتوضح عشان اوصل للكارت الاخير ده. نيته ايه بقى؟ عايز يرجع ولا عايز يعمل ايه؟ هو شخص بيفكر كويس قوي قبل ما يتخذ القرار بتاعه، يعني مش من النوع اللي هو مثلا الشخص ده وحشني قوي، طب انا هفتح ارفع سماعه التليفون الو سيدي وصالك بقى لا 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 لا، فكر كويس قوي. اعتقد انه برج هوائي ممكن او مائي، اوكي، او برج حمل. طبعا برج الحمل طبعا برضو مندفع بس بيفكر، بيخطط لحاجه. هو حاسس وشاعر ان انتوا الحرب اللي ما بينكم، او عموما
الفراق اللي حصل ما بينكوا ده كانت علاقة خسرانة، مش علاقة سوري، الفراق ده فراق خسران، يعني ما استفدناش احنا الاتنين حاجة. وقت الفراق كل واحد راح في سكة، واحنا الاتنين ما استفدناش حاجة من الفراق ده. هو بيفكر ياخد قرار، ياخد قرار، وهو خدوا بالكم برضو كمان بيفكر في ايه بقى، برضو خلي بالكم بيقول بقى في عقل باله بقى، يعني بيقعد كده مع نفسه يقول ايه، يقول وقت الفراق ده هو جمد مشاعره، هو الشخص اللي هيجي يمشي بيجمد مشاعره، استفدت انا ايه؟ انا خسران، لان هو بصوا لما انا مشيت وجمدت مشاعري في شخص ادى الوش الخشب، لما انا مشيت وجمدت مشاعري على الشخص التاني طلعت خسران في الاخر. انا افتكرت ان انا كسبان او ان انا انتصرت، وانا ما انتصرتش، هو اكتشف كده. لو انتوا سابكوا وبدون سبب او رحل من العلاقه بدون سبب انذار، فهو اكتشف دلوقتي ان هو الخطوه اللي عملها دي كانت خطوه خطا، لانه اكتشف انه خسران. بيفكر ان هو يرجع تاني ينبسط معاكوا في العلاقه دي تاني. هيرجع العلاقه تاني ولا لا؟ شوف برضو هيرجع تاني، بيفكر يرجع فعلا، بس بيخطط للموضوع ده قوي. الشخص ده لو برج حمل فكرامته يعني رقم واحد، وبرج هوائي برضه، وبرج ماء اهو، هيقدم عرض، عايز يجي يقدم عرض، عايز يرجع تاني. هو اكتشف خلاص، عرف يعني، هو قعد مع نفسه كده قال الله، يعني الشخص ده شبهي وانا حبيته وحبني والعلاقه بينا كانت علاقه جميله جدا، فاهم ما اديها فرصه تاني، ما ارجع تاني، بس بقى هرجع بطريقه ما يبانش ان انا ايه، انا راجع مثلا كده، لا انا هرجع بطريقه جامده شويه، هبقى هيبان ان هو قافل مشاعره على فكره، تمام. وطبعا هو قعد مع نفسه طبعا وحس ان هو خسران، حس ان هو خسر خالص لما بعد ومشي، حس ان هو خسران وخسر، خسركم يعني، ألف نفسه انا استفدت ايه، انا راجل خسرت خلاص، ما استفدناش حاجه، انا هرجع تاني، انا بفكر ارجع تاني، بفكر ارجع تاني، العلاقه دي كانت حلوه وهرجع اديها فرصه تاني، يا رب تقبل بقى. رب الراجل بتاع الدنيا البسبوسه يرجع يرجعها تاني. يبقى يرجعها تاني. برج الحمل برج دفاعي اصلا، وانت بتتعامل مع شخص برج حمل، هو بياخد القرارات سريعا جدا. بعدين يجي يقول نفس الكلام، انا ايه اللي خلاني اعمل واعمل واسوي؟ طيب العزاب او الشخص، الناس اللي خلاص اتاكدت ان الشخص التاني مش راجع بكل الطرق والوسائل، اتجوز بقى، خطب، هل في شخص هيجي مثلا او حب قادم، اعجاب، اي حاجه كتير قوي، كتير قوي. نعمل لكم انتوا بقى التقسيمة، خليها كده، وناخد برضو كارت النص. طيب الشخص مقلوبة، لا الحمد لله، لا طبعا الشخص القادم ومشاعره ايه وعايز ياخد ايه مننا، يعني عموما عايز يعمل ايه. مش معقول يا جماعة عقرب برج الجوزاء. اعتقد ان هو شخص قديم طبعا، اللي ما اقول شخص قديم برضو في الكروت دي، يبقى ممكن يكون سيناريو رابع، حد بقى اللي طبق عليه القرعة الاولانية ولا التانية جاي بقى ينطبق عليه دي، او ممكن حد من اللي هناك يعني، على حسب ما تسمع يعني. طبعا بلوك حد، يا انتوا اللي قفلتوا منه يا هو اللي قفل، حاجه من الاثنين. عموما شخص قادم هو مقفول حاليا، يعني شخص انتوا كنتوا قافلين عليه جامد قوي، قفلتوا عليه من الاخر خلاص وضربتوه من حياتكم، او هو اللي عمل كده طبعا.
اوكي. فالشخص ده شخص يعني ما بين خيارين برضو، ممكن يكون كان في اتنين بالنسبة له واختار كنتو وجاي في طريقه جاي ليه كنتو. ممكن تكونوا كنتوا مثلا متعرفين على حد اعجاب مثلا، بيبقى في علاقات اعجاب بتبقى علاقات مأساوية بتوصل لمرحلة مش لطيفة يعني. وانتوا قفلتوا الموضوع لما لقيتوا ان هو بيتسلى مثلا او مش عارف يختار، عرفتوا ان في طرف تاني معاكوا وهو بيختار ما بينكوا وخلاص هو ما كانش عارف يختار. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان طرف مشاعره، المشاعر بتاعته اعتقد ان هو كان راحل عنكم، اعتقد ان هي برضو حد قديم راحل عنكم وانتوا الموضوع اتقفل ما بينكم، ومشاعره ان هو عايز يرجع تاني الموضوع يرجع تاني في مشاعر، فعشان كده هو جاي لكم يرجع يرجع تاني يسير الامور تاني زي ما كانت. ده شخص قافل وعايز يفتح القفلة دي ويرجع تاني ليكم. ده شخص ماشي في مية ولكن ماشي بهدوء جدا، عايز يشيل العوائق اللي كانت في العلاقة. لو كانت علاقة فيها عوائق، لو كان محتار ما بين اتنين فهو رمى التاني وجاي لكم انتوا بقى، رجع تاني يرجع العلاقة مرة تانية لو هو كان في اتنين بيختار ما بينهم. ناوي على ايه؟ هو مش ناوي على شر يعني، اعتقد ان هو لو انتوا اللي عمل لكم الحركة دي يعني خلاكم تتقفلوا.